السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. ترتيب فرق الدوري القطري وترتيب الهدافين ونتائج مباريات الجولة 19 بعد الانتهاء اليوم الاثنين 3/8/2020. متابعينا الكرام، بدأت الجولة 19 من الدوري القطري يوم السبت 1/8/2020. بالنسبة لنتائج المباريات، الريان تعادل أمام العربي 0-0، السلية تعادل أمام الشحانية 2-2. يوم الأحد 2/8 الخور تعادل أمام الوقرة 1-1، والدحيل فاز على الغرافة 2-0. اليوم الاثنين 3/8/2020 السد القطري فاز على الأهلي القطري 1-0، وقطر تعادلت أمام أم صلال 1-1. علينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري القطري بعد انتهاء الجولة 19. ترتيب فرق الدوري القطري يأتي في المركز الأول الدحيل ب 46 نقطة، المركز الثاني الريان ب 42 نقطة، السد القطري في المركز الثالث ب 38 نقطة، الغرافة في المركز الرابع ب 31 نقطة، العربي في المركز الخامس ب 25 نقطة، السلية في المركز السادس ب 25 نقطة، الوقرة في المركز السابع ب 21 نقطة، الأهلي القطري في المركز الثامن ب 19 نقطة، قطر في المركز التاسع ب 18 نقطة، أم صلال في المركز العاشر ب 16 نقطة، الخور في المركز الحادي عشر ب 15 نقطة، الشحانية في المركز الثاني عشر والأخير ب 14 نقطة. الآن نتعرف على ترتيب الهدافين. قبل ما أقولك ترتيب الهدافين، أرجو معرفة إن أنا شفت الهدافين في أكتر من موقع، ولقيت إن أصدق موقع هو موقع جدول اللي أنا بسجل منه، ولكن في اختلاف بسيط جدا هقولك عليه حالا دلوقتي. المركز الأول هو أكرم عفيف لاعب السد القطري ب 14 هدف. المركز الثاني بغداد بنجاح لاعب السد. في المواقع كلها مكتوب عدد أهداف بغداد هو 13 هدف مش 12، هي ده الخطأ الوحيد اللي موجود في الموقع. وقت في المركز الثالث ياسين الإبراهيمي إبراهيم لاعب الريان ب 12 هدف. ثم في المركز الرابع، طبعا بقى بعد الخطأ ده بيعدل الموضوع اللي بقول عليه ده، المركز الرابع محمد بنيوتو لاعب الوكرة ب 11 هدف، ومعه رامين رضايان لاعب الشحانية وسفيان هاني لاعب الغرافة. المركز الخامس أحمد علاء الدين لاعب الغرافة ب 9 أهداف، وحمدي الحفراوي لاعب العربي. وفي المركز السادس حسن الهيدوز لاعب السد القطري ب 8 أهداف، ومعه محمد مونتيري لاعب الدحيل، وتياغو بزيرا لاعب الخور. في المركز السابع المعز علي لاعب الدحيل ب 7 أهداف، وأبال هرنانديز لاعب الأهلي، وبيري لازوغا لاعب العربي. وفي المركز الثامن عبد العزيز حاتم لاعب الريان ب 6 أهداف، وكريم أنصار فريد لاعب السلية، وكايك لاعب قطر. وفي المركز التاسع إدميلسون جونيور لاعب الدحيل ب 6 أهداف، وجيان كيسي لاعب الشحانية، ومحمود المواس لاعب أم صلال أيضا ب 5 أهداف. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري القطري وترتيب الهدافين ونتائج مباريات الجولة 19 بعد الانتهاء اليوم الاثنين 3/8/2020. اشترك في القناة وفعل زر الجرس لعملك الفيديو، ونراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.